ها؟ مصطفى محمد عبد الجليل الدمعي، بدايتي طبعا هي كهواية وكمهارة يعني مكتسبة يعني. ف الشهرة طبعا يعني تعلمت عن طريق يعني تواصلت، دخلت على قنوات مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات طبعا خاصة بالأشغال اليدوية، فأنا نميت الموهبة وهذه الموهبة هذه، ويعني زدت يعني شوي كي مثلا مصنوعات من عندي، ودرت تطوير يعني نوعا ما. فعندي مثلا زي المجسمات هذين اللي كلها شغل يدوي، وطبعا المعدات والادوات هي بسيطه جدا. يعني لو بديت نعرف ان المستخدم في ذلك نبداها طبعا بالموس هذا. هذا عباره عن موس برايه، نفك الشفره بتاع البرايه هذه ونلحمها مع طوب بتاع بيرو بالنار، تسخين بالنار. وهذا طبعا عندي مشرط، عبارة عن الموس هذا عبارة عن مشرط بتاع عملية جراحية. نفس الشيء انتبته بالخشب باللصقة، وبنلف عليه سلك ونزيد الدعمة باللصقة. وعندي حاجة ثانية طبعا، هذه الموس قلمة الأظافر هذه، هذه نستخدم فيها طبعا، هذه من المعدات اللي نستخدم فيها في الأشغال اليدوية. استخدامها طبعا إن مثلا نقص بها الزوائد بتاعت عيدان الشواء، وقت لما تبت العود هذا على الصندوق. الحمد لله على صعيد المشاركات المحلية طبعا شاركنا في مهرجان جرم السياح الدولي في دورته الثامنة، وشاركنا في مهرجان براك الشاطئ التراث الفني، بالإضافة إلى المشاركة في رالي فزان الصحراوي. السفينة هذه اللي أمامك هذه تستغرق 3 أسابيع. ليش الفترة 3 أسابيع؟ لأن طبعا أنا لما نصمم النموذج هذا عبارة عن شنو؟ هيكل. هيكل يعني يعني نجيب القطعة الكمبساتة نقصصها على هيئة مجسم سفينة، بعدين نبدأ في مرحلة التلبيس. فمرحلة التلبيس هذه بتاخذ أكبر فترة زمنية، يعني الوقت المستغرق في تلبيس السفينة بالعيدان هو أكبر يعني فترة زمنية من تركيب الشراع أو تكملة الأجزاء المتبقية في السفينة. أتمنى ان كل الشباب يتعلموا الحرفه هذه، يعني في زمن للمواطن اللي هو يفتقر لابسط المقومات سواء كانت السيوله او، وتعرف انت ظروف المعيشه الحاليه. نتمنى كل الشباب يتوجهوا وينطلقوا ويتعلموا صناعه الاشغال اليدويه، لان هذه طبعا فيها مكاسب ماديه، وبالاضافه طبعا فيها تنميه مهاريه.